بسم الله الرحمن الرحيم. ECMO is extra corporeal membrane oxygenation. ليه احنا بنتكلم عن الإكمو هنا في الفيوم؟ احنا طبعا ما فيش إكمو في الفيوم، بس هو موجود في مصر وموجود بقوة، فلازم نعرف على الأقل ايه هي الانديكيشن اللي احنا ممكن نحول منها عيان من الفيوم للقاهرة عشان يتحط على إكمو. ECMO is important technology now. ECMO is in an advance in Egypt. طيب background of ECMO. ECMO مش جديد. الECMO بدأ في 1950 ولحتى الآن الECMO شغال. في مصر هنا بدأ تقريبا في سنة 2014. What is ECMO? ECMO بالضبط كده أنا شبهه لكم زي مكنة الغسيل الكلوي. ده في مكنة الغسيل الكلوي اللي بيحصل ان البلد بيتاخد يدخل جوه المكنة بيبقى ديتوكسيفايد ويرجع تاني للبيشنت without toxins. هنا في الإكمو الموضوع مختلف شوية. احنا بناخد البلد ندخله جوه ماشين يحصل له اوكسجينيشن ويحصل سي او 2 ريموفال ويرجع تاني عن طريق بامب للبلد. فهو الإكمو عندنا تو مودز على حسب بقى احنا هنرجع البلاط ده فين. لو رجعنا البلاط من الفين وصلنا الفين تاني بعد ما بقى اوكسجينيتد فاسمه فينو فينس. فينو فينس إكمو يعني البلاط بيتاخد مثلا من الجاجلر فين ويدخل على الفيمرال فين او على الجاجلر فين تاني. يعني هنا ده فينو فينس إكمو اللي بيحصل ان البلاط خدناه من هنا خدناه من الفيمورال عن طريق بام راح لاكسجينيشن ورجع الفيمورال فاسمه فينو فينس إكمو او في في إكمو. طيب لو هنا خدنا البلاط من الجاجلر الفيمورال هنا فيمورال فين دخل على بام حصل له اكسجينيشن ورجع تاني على الفيمورال ارتري. طيب وبعدين يرجع من الفيمورال ارتري على الاورتا يبقى ديستريبيوتد على كل الجسم. طيب احنا امتى بنعمل ده وامتى بنعمل ده؟ لو الفينو فينس إكمو ده بنعمله لما عايزين نعمل باي باس لللونج. بمعنى لو في لونج باثولوجي عندنا يعني سيفير اردس عيان على ميكانيكال فنتيليشن نوت ريسبونسيف تو فنتيليشن سيفير هايبوكسيا هنسيبه يموت؟ ما ينفعش. بنروح احنا محولينه بيتحط على الإكمو ده. اللونج دلوقتي بقت ايه اوت اوف سيرفيس خلاص نسيبها دلوقتي ترتاح لحد ما يبدا ان اللنج تقوم بالفانكشن بتاعتها تاني وتتحسن من تاني ونرجع نوين من الإكمو والعيان يبدا ياخد النورمال فيسيولوجي بتاعه. طيب الفينو ارتيريال اللي بيحصل لما نكون عايزين نباي باس الهارت. بمعنى ان الهارت فيه مشكله عيان كارديوميوباثي عيان مايوكارديال انجري مايوكاردايتس عنيف عايزين دلوقتي الهارت نوت افكتيف عيان بوست اريست تمام. بنعمل ايه؟ بناخد البلاط من الفين اوكسجينيشن بامب على ارتيريال سيستم يبقى ديستريبيوتد على الجسم كله يبقى ده اسمه في اي إكمو. يبقى فيه تو مودز فينو فينس لما يكون المشكله في اللونج فينو ارتيريال لما يكون المشكله في الهارت او الهارت واللونج تمام. طيب يبقى الفينو ارتيريال إكمو لما يكون البيشنت ان ريسبونسيف تو كونفنشنال هيموداينامك سبورت عملنا له كل حاجه اخذ الهاي دوز فازوبريسر ترانسكيوتينيوس كاردياك بيسنج لو محتاج انترا اورتك بالون كونفنشنال سي بي ار لو عيان ارستد بس العيان نوت ريسبوندنج يبقى دلوقتي لازم نشوف نيو تكنولوجي هنحطه على في اي إكمو. طيب لو العيان عنده سيفير فنتيليشن او اوكسجينيشن بروبلم المشكله في اللنج الريسبونسيف تو ريسبيراتوري سبورت ثيرابي يبقى نحطه على الايه فينو فينس إكمو. هتفيدنا في ايه؟ يعني احنا ليه احنا بنتكلم هنا في الفيوم على الموضوع ده؟ اول حاجه في الكارديوجينيك شوك لو عندنا كارديوجينيك شوك ونوت ريسبونسيف انا ممكن احوله في سنترز كتير ان ايجيبت بتشتغل إكمو مش لازم اخليه عندي لما العيان يضايق. طيب تاني حاجة بويزنينج هل البويزنينج ليه رول؟ اه ليه رول. طيب احنا اكتر حاجة هنا في الفيوم بتعمل لنا بويزنينج البيستيسايدز يعني الالومنيوم فوسفايت اللي هي قرصوص القمح
وده العيان بيبقى المورتاليتي بتاعتها 100% تقريبا عندنا هنا في الفيوم، او الاورجانو فوسفورس كومباوندز اللي هي سم الفيران، العيان بيجي له ريسبيراتوري فيلير من السكريشن، هل العيان ده المفروض اسيبه في الرعايه عندي هنا في الفيوم لحد ما يموت وخلاص؟ لا، العيان دلوقتي بيتحول على معهد السموم، بيتحط على في اي ايكمو وبيتحسن وبيخرج كويس. دلوقتي في القصر العيني عملوا حوالي 20 حاله قرص غله، كانوا جايبين بلاد بريشر هايبوتنشن عنيف، مايوكارديال انجري اند مايوكارديال دامج. العيان اتحط على في في اكمو، اتحسنوا وخرجوا. كم عيان؟ حوالي 17 عيان من 20 عيان اتحسنوا. طب والتلات عيانين اللي ماتوا نتيجه كومبليكيشن تانية خالص غير غله القمح، يعني ماتوا بسبب سيبسيس، اسكيميا، حاجه تاني. يبقى احنا عندنا في البويزنينج، لو عيان جاي لك هنا في الفيوم واخد قرص سوسي القمح او قرص غله القمح، ما تسيبوش، حوله على معهد السموم في القاهره وهو بيعرف يتصرف. ويمكن انا جايبها بالذات الاكمو عشان النقطه دي، لان احنا غالبا دلوقتي مش عارفين ان في نيو تكنيك للبويزنينج، هو الفي اي اكمو موجود وموجود بقوه. تاني حاجه بريبروسيدجرال فور هاي ريسك كاردياك انترفنشن، دلوقتي عيان عن كارديوميوباثي عنده ليفت مين ديزيز، عايزين نعمل له بي سي اي، العيان هيقرس، ممكن نحطه على في اي اكمو نشتغل عادي خالص، وبعد العيان يبقى ويند، حتى لو العيان دخل في في اف او ارستد انا مش خايف. اكسترا كاربوريال سي بي ار، يعني ايه؟ اي سي بي ار، احنا العادي بتاعنا كونفنشنال سي بي ار ان احنا بنعمل شيست كومبريشن بمانيوال بايدينا. طب دلوقتي لا، انت لو عندك جوه رعايتك اكمو تقدر تعمل عليها سي بي ار بالاكمو. ازاي؟ هوصل العيان واسيب الهارت زي ما هو ارستد. طب ايه اللي بيحصل؟ ارجع اعالج الهارت بعد كده اشوف سببه، هل هايبركاليميا، هل اسكيميا، هل في مشكله؟ يبقى العيان المورتاليتي بتقل كتير. انتر هوسبيتال ترانسبورت، عيان شوكد ومش عارف انقله من المستشفى لمستشفى تاني او جوه المستشفى، اقدر اوصله على اكمو واقدر ان انا انقله. بوست اوبراتيف هارت فيلير او بريدج تو لانج ترانسبلانتيشن، ودي حصلت في عين شمس عندنا هنا في مصر، البنت اللي هي عملوا لها لانج ترانسبلانتيشن كانت على اكمو. يبقى دلوقتي الاكمو از فيري فيري امبورتنت، يبقى لازم انا ابقى اوير بيه. تمام. طبعا الانديكيشن في اكمو دي اي مشكله في اللانج، اردس، بالمونري كونتيوجن، سموك، انهاليشن، دراوننج، اي مشكله. ده الشكل الاي بي سي ار، الاي سي بي ار بره، ايه اللي بيحصل؟ مش شغال؟ اكسترا كوربوريال سي بي ار. العين دلوقتي منقول هو على الاكمو،
ممكن الهارت يبقى ارستد او واقف مش مشكله، هنعرف دلوقتي بعد كده نعالج. لا ده لازم ايوه نقدر نخلي قد ايه العيان على ايكمو؟ دايز تو ويكس مش مانسز. طب مانسز ممكن نعملها، نعملها في حاله واحده بس لو عيان دونر وعايزينه يتبرع، فاحنا ممكن ايه نخليه فتره اطول شويه. الهوم تيك مسجز اللي انا عايز اقولها لك ان ايكمو it is not a new treatment. وانت ماست ايكمو بي انسرتد ايرلي، ما تستناش لما العيان يجي له مالتي اورجان دامج. VE ECMO provides respiratory and cardiac support. VV ECMO respiratory support only. ECMO in Egypt is in advance. Thank you.